احنا عندنا دورات حياه ملي كنتزادوا حتى الله يرحمنا عندنا دورات حياه لو بروجي ولا اي حاجه. حنا دابا تندوي على بروجي انفورماتيك عندو سيكل دو في باش تكونوا فاهمين عليها. جو سيبوز راني دوي سيكل دو في. سيكل دو في ديال البروجي من مجرد فكره حتى تتغياليزا ويبان ويكون واعر وقادتو كيدوز من مجموعه ديال الفاز. لي فاز عندهم اسماء عامه واخا نبدلوهم ماشي عامه كيف سوا الميثود اللي نخدم بها. اول حاجه هي لا سبيسيفيكاسيون دو بيزوا اللي بدلها ولا لا اكزيجونس ولا ماشي مهم. هي كندورو على اننا خاصنا لي بيزوا ياك. كاين تما اللي كيدوي على لي بيزوا فونكسيونيل كاين اللي كيدير لي بيزوا فونكسيونيل اي تكنيك. ابري من وراها كنبداو ندخلو في لاناليز لا كونسيبسيون كنفصلوها اش بغيت بغيت بغيت. دابا كنبداو ندخلو نستخدمو ادوات البلان بحال كنصاوبو بلان ديال الدار. دابا كنستخدمو الادوات اللي هما اليمال ولا موريز باش نصاوبو البلان ديال السيت ونستخدمو الاجزاء ديال لي ماكيت الادوات باش نرسمو لي زانترفاس. باقي مدرناش كودار. هاو المرحله الثانيه اللي هي لاناليز اي لا كونسيبسيون باش الامور كلها تكون واضحه. البلان ديال البروجي يكون واضح وتفاليدا. ملي كدوز لاناليز لا كونسيبسيون كندوزو للمرحله الاخرى اللي هي لا رياليزاسيون ولا لا ميز اون اوفر اللي سماها ولا ديفلوبمون. هاد المرحله هي تنبداو نخدمو البروجي سواء خدمنا فرونت اند والباك اند ولا تقسمناهم ولا الطريقه. مهم كاين عندك رياليزاسيون ديال المراحل على باز دو دوني على التيست دونك دوزتيها. دوز لا بارتي فيريفيكاسيون و ابري دوز لا بارتي ميزون نوفر ولا ديبلوامون ولا سميها كيما بغيتي يعني ولا البرودكسيون عطيتيها للكليان صافي. دونك هذا اشنو كيتسمى سيكل دو في ديال البروجي. بقات في التنظيم ديالو شكون غيبدا واش غنتسناو الاول يسالي عاد ندوزو للثاني واش نقدروا نخدموا اون باراليل كذا كذا. هادو فاش كيدخلوا لي ميثود دو جيستيون دو بروجي على حساب راه كل وحده. دابا حنا شرحنا لي ميثود بريفيزيبل فهمنا هي غير تنظيم ماشي كيتبدلوا سميات. حيت نشوفوا في التصاور سميات واخا يتبدلوا سميات راه بقاو نفس الاهداف تاع داك السيكل دو في اللي غيبدا كيدير من الاول تيوصل للديبلوام.